السلام عليكم، معكم أخوكم صالح أمير، واليوم راح نناقش بعض الأسس والمفاهيم التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم أي اختبار أو استبيان. أول مفهوم لازم يؤخذ بعين الاعتبار هو الهدف. الهدف من أي اختبار أو أي استبيان هو عبارة عن جمع معلومات لاتخاذ قرارات، وهذه القرارات قد تأثر على ناس بشكل سلبي أو إيجابي، وهذا الشيء احنا نسوي كل يوم بشكل فطري وطبيعي بدون لا نحس. مثلا انا في التدريس لما ادرس وانا اشرح اطالع الطلبة، اشوف عيونهم، اشوف البودي لانجوج، حركة جسمهم، اسأل بعض الاسئلة، هذه انا قاعد اجمع معلومات عشان اتخذ قرار انتقل للنقطة الثانية بالدرس او اراجع لهم النقطة اللي توا شرحتها. إذا حسيت أنه والله الطلبة فاهميني القرار اللي اتخذته أني انتقلت للنقطة الثانية، ما حسيتهم فهموا أعيد أشرح بطريقة ثانية. فجمعت معلومات، اتخذت قرار، والقرار هذا أثر على علي وعلى تدريسي وعلى الطلبة. مثلا لما أنتوا امتحنتوا امتحان يعني القيادة أو الليسن، يعني الشرطي جمع معلومات عنكم، دخلكم اختباركم، جمع معلومات، وبعدين اتخذ قرار. هذا القرار يا اما قال انه والله انت شخص تصلح انك تسوق بالشارع او ما تصلح انك تسوق بالشارع، وهذا القرار اللي اتخذه ياثر على الناس الثانيين اللي بالشارع. اذا انت مو مؤهل انك تسوق سياره والشرطي يعني قرر اتخذ قرار من المعلومات اللي جمعها ان انت والله مؤهل، انت ممكن تضر الناس اللي بالشارع. مثال ثالث يعني في حياتكم اليومية، يعني إذا بتطلب من مطعم أنت تجمع معلومات تتخذ قرار وهذا القرار يأثر. بتروح مطعم تقعد تسأل شنو المطاعم الزينة، شنو المطاعم الحلوة، تشوفون الفاشينيستات شنو المطعم اللي مطحينه، وتتخذون قرار تروحون المطعم الفلاني. هذا القرار، وهذا القرار يأثر يعني عليكم أنتوا، يعني دفعتوا فلوس، يأثر على المطعم بشكل إيجابي، ربحتوهم، ممكن يأثر على الفاشينيستا اللي مسوية دعاية بشكل سلبي إذا الأكل مو حلو، تحصل لها سب ولعن ودعوات عليها يعني. ففكرة الاستبيان أو الاختبار هي أن نجمع معلومات ونتخذ قرار، والقرار هذا لا تأثير يعني على أشخاص. ثاني مفهوم لازم احنا ناخذه بعين الاعتبار هو ان، او قبل ثاني مفهوم، احنا بناء على هذا الكلام لازم نعرف ان الاختبار او الاستبيان هي احد الوسائل اللي احنا نجمع فيها معلومات. احنا قلنا تجميع معلومات، اتخاذ قرارات وتأثير، وهي مو الوسيله الوحيده، هذا شيء ضروري تعرفونه. الاختبار يعني الطالب ممكن المدرس يعطي الطالب اختبار ويجمع معلومات، بس هذا مو المصدر الوحيد للمعلومات للمدرس، لازم هم يستخدموه تقييمه، يشوف مثلا ملفات الطالب، أداء الطالب أثناء السنة، ويطابق هذا التقييم وهذا أداء الطالب مع الامتحان. ممكن يشوف يعني بون شاسع بينهم، ممكن أداء الطالب بالامتحان كان تعيس وأداء خلال السنة يعني كان ممتاز. هني لازم المدرس يراجع نفسه، هل بالفعل الاختبار اللي أنا عطيته الطلبة قاعد يقيس اللي أنا أبي يقيسه أو لا؟ أو في حال مثلا الاستبيان، يعني لازم بعد ما تعطي استبيان توصل حق نتيجة، تدعم هذه النتيجة مثلا بمقابلات، وتشوف هل نتائج المقابلات تطابق مع نتائج الاستبيانات. ثاني مفهوم ضروري يعني يؤخذ بعين الاعتبار هو أن الاختبار أو الاستبيان عبارة عن أداة لقياس قدرات عقلية مجردة ما يمكن تقاس بشكل مباشر. شنو معنى هذا الكلام؟ أنا الحين لو بقيس مثلاً طول إنسان، أجيب مسطرة أو شريط وأعرف طوله، بعرف وزنه، أوقف على الميزان أعرف وزنه، أقدر أقيس السرعة، الحرارة، هذه كلها أشياء مادية محسوسة ممكن تقاس بشكل مباشر. أما القدرات العقلية يعني الذكاء بكل أنواعه، ذكاء اجتماعي، ذكاء عاطفي،
بذكاء يعني منطقي وتحليل منطقي واستنتاجات منطقية، ذكاء بالرياضيات مثلا، أو مثلا حالة ثانية نفس مثلا آراء الإنسان، معتقدات الإنسان، عواطف الإنسان، حالات الإنسان النفسية من سعادة لكآبة. هذه أشياء ما يمكن تقاس بشكل مباشر، نفس الطول والوزن والسرعة أو الحرارة. فإحنا نستخدم الاختبار أو الاستبيان كأداة غير مباشرة لقياس هذه القدرات العقلية المجردة. فبالنتيجة نتائج الاستبيانات أو نتائج الاختبارات تظل لو مهما صار هي دعوة، دعوة أنها تقيس هذه الأمور المجردة، وكل دعوة تحتاج لدليل. إذن في تصميم الاختبار أو تصميم الاستبيان لازم نعطي أدلة وإثباتات أن الدعوة اللي ندعيها للاختبار والاستبيان هي دعوة صحيحة، لازم إلى الدليل، وإلا الدعاوي يعني سهلة، كل واحد ممكن يعني يدعي شيء. فالنتيجة من النقطة الثانية، وإحنا لما تصمم اختبار أو تصمم استبيان لازم يكون فيك نوع من التواضع والاعتراف أن أنت قاعد تقيس شيء ما يمكن قياسه بشكل مباشر. فدائما لازم عندك شك ونقد بناء وبحث عن أدلة على أن أداتك هذه بالفعل تقيس القدرة العقلية المجردة اللي أنت تدعينها تقيسها. والأدلة اللي ممكن تعرض يعني هي وايد، بس تقسم على يعني قسمين أو نوعين. أدلة يعني قبل أو أثناء التصميم، وقبل الطلبة يمتحنون أو قبل المشاركين يحلون الاستبيان، وأدلة تكون بعد ما حلوا الطلبة الامتحان أو المشاركين الاستبيان. طبعاً بالفيديو هذا ما راح أقدر أناقش كل الأدلة هذه، راح أختصر على بعض الأدلة اللي تكون قبل. أول شيء تسويه يعني قبل توزع استبيان أو تصمم حتى استبيان، هو لازم عندك تعريف دقيق للقدرة العقلية المجردة اللي أنت تبي تقيسها سواء بالاستبيان أو بالاختبار. وهذه القدرة لازم تأخذ، إذا كان اختبار لازم تأخذ معين الاعتبار، يا أما المنهج اللي أنت قاعد تدرس منه، أو مثلا حاجات المتعلمين واللي يبون يمتحنون، أو نظريات يعني خلينا نقول قوية ومحكمة بالمجال اللي أنت تبي تسوي فيه اختبار. نفس الشيء الاستبيان لازم تكون يعني مواكبة لآخر ما توصل للعلم في هذا المجال. يعني مثلا لو أنا ببحث أسوي استبيان عن الدوافع، لازم أشوف يعني العلم شنو توصل، شنو تعريف الموتيفيشن الدافع، شنو أنواعه، شنو الطرق اللي العلماء النفس حاولوا يقيسونها قبل، شنو مظاهره. هذه الأشياء لازم تكون واضحة ومكتوبة قدامك قبل أتصمم الاختبار. وبعد ما تكون عندك يعني بعد ما يكون عندكم تعريف واضح ودقيق وشامل، زين تعريف مثل ما يقولون جامع مانع، لازم تحذر من منزلقين وانت قاعد تصمم الأسئلة الاختبار او الاستبيان. المنزلق الاول هو ان لازم حل الاستبيان والاختبار يعتمد على القدرة العقلية اللي انت عرفتها فقط وفقط، ما يعتمد على اي شيء ثاني. مثال لو انا اسوي امتحان قراءة، امتحان استيعاب، انا بشوف الطالب يستوعب نص مقروء او لا، واحط سؤال ما هي عاصمة الضباب. هذا السؤال هل يحتاج للطالب للقدرة العقلية اللي انا حددتها انه يحلها، او ممكن يحلها بمعلومات عامة؟ ممكن طالب ما فهم النص نهائيا ويجاوب جواب صح، فهذا الجواب الصح هل هو دليل على ان الطالب يملك هذه القدرة اللي انا قاعد احاول اقيسها؟ لا. لازم هم السؤال يكون واضح وضوح تام. احنا دائما نسمع يعني فهم السؤال نص الإجابة، بس لازم الطالب لما ما يجاوب على السؤال، عدم إجابته سببها الوحيد هو عدم فهمه للنص. وما يصير الطالب يكون فاهم النص بس ما فهم السؤال، أو صياغة السؤال طريقة الصياغة معقدة بحيث ان الطالب ما فهم السؤال وما قدر يجاوب،
هني يعني سبب عدم الإجابة مو فقدان القدرة العقلية المجردة، كان سببها شيء ثاني. لازم نتأكد أن الأسئلة بالاستبيان أو الاختبار تكون خالية من أي انحياز لفئة أو مجموعة. يعني ما يصير أنا قاعد أمتحن مثلا امتحان طلبة وطالبات شباب وبنات، وامتحان قراءة أي بموضوع مثلا عن كرة القدم أو عن الموضة والمكياج. واضح أن الموضوع الأول منحاز للشباب والموضوع الثاني منحاز للبنات. نفس الشيء إذا أنا عندي طلبة مثلا تخصص علمي وأدبي، ما يصير أجيب لهم مادة إذا طلبة يعني مجموعهم علمي وأدبي، ما يصير أجيب موضوع علمي وبس. فهذا منحاز للطلبة اللي تخصصهم علمي، ومنحاز ضد الطلبة اللي تخصصهم يعني أدبي. لازم نتأكد أن الأسئلة بالاستبيان أو بالاختبار خالية من أي نوع من تهيج العواطف. يعني ما أجيب موضوع مثلا عن الأب والأم. نفرض أن الطالب اللي بيحل هذا الامتحان يعني يتيم قبل شهر أبوه متوفي، يعني هذا بيحل الامتحان نفس واحد مثلا ما مر بهذه التجربة؟ أكيد لا. فهني الطالب هذا اللي مثلا ما حل الامتحان عدل أو عواطفه أثرت على أدائه بالامتحان، نتيجته بالاختبار ما كانت نتيجة فقدانه للقدرة العقلية المجردة اللي أنا عرفتها واللي أبي أقيسها، كانت لأسباب ثانية ما لها علاقة بالقدرة العقلية المجردة. أو مثلا يكون موضوع يهيج أو مثلا يسترجع ذكريات أليمة حق الطالب اللي تأثر على أدائه. النقطة الثانية، يعني هذه النقاط كلها مرتبطة أن حل الامتحان أو الاستبيان تعتمد على القدرة العقلية اللي عرفناها، القدرة العقلية المجردة اللي تم تعريفها فقط وفقط. النقطة الثانية أو المنزلق الثاني هو أن لازم يكون عندنا كمية كافية من الأسئلة أن نطمئن أن نتائجنا يعني لها معنى. طبعا السؤال هنا مثلا كم سؤال بالاختبار او كم سؤال بالاستبيان، هذا ما له جواب. يعني من اختبار لاختبار، من استبيان لاستبيان يختلف. يعني يشبهونه دائما بحالة الجوع والشبع بالانسان، يعني كل انسان يحتاج كمية معينة من الاكل اللي بعدها يشبع، كل بحث يحتاج كمية او كل استبيان يحتاج كمية معينة من الاسئلة اللي ممكن بعدها نقول اوكي احنا مطمئنين للنتائج ومطمئنين للقياس اللي نبي نقيسه. ونفس الشيء للاختبار. بس بعض المشاكل اللي ممكن تصير أو الأخطاء اللي ممكن تصير، خلنا نفرض إحنا قلنا امتحان قراءة الحين المثال، خلنا نفرض أن أنا والله بامتحن قدرة الطلبة على فهم نص مكتوب وأعطيهم سؤال واحد. هل سؤال واحد يكفي أن أنا أحكم على الطالب أنه يفهم أو ما يفهم نص مكتوب؟ بمعنى آخر أن لو الطالب ما حل السؤال هذا أو حله غلط، هل من حقي أنا أحكم على الطالب أنه ما فهم النص نهائيا لأنه ما جاوب سؤال واحد؟ واضح لا. فنحتاج مجموعة من الأسئلة اللي نطمئن لما نقول والله الطالب فهم بالفعل فهم، أو لما نقول الطالب ما فهم النص بالفعل الطالب ما فهم النص. مثال بالاستبيان، يعني أن لو أنا سويت استبيان عن الدافع عن الموتيفيشن، خلنا نفرض أن كل أسئلة الاستبيان كانت عن الـ extrinsic motivation الدافع الخارجي، وما حطيت ولا سؤال عن الدافع الداخلي، هل يمكن أن أنا أحكم يعني هل هذا الاستبيان أداة صالحة لقياس الدافع بالمعنى الأعم؟ طبعا لا. أنا بين أمرين هنا، يا أما أغير تعريفي للقدرة العقلية المجرد اللي أنا بيقيسها وأقول أنا بيقيس الدوافع الخارجية فقط وفقط، أو أن لا أضيف أسئلة ثانية بالاستبيان، أسئلة مرتبطة بالدافع الداخلي intrinsic motivation. طبعا هذا يعني بشكل مجمل وسريع يعني بعض الاعتبارات اللي لازم الإنسان يأخذها والباحث يأخذها بعين الاعتبار. في طبعا نقطة أهم من هذه كلها وهي نقطة الواقعية، لازم تكون واقعي في تصميم الاختبار أو الاستبيان. واقعي من ناحية معرفة إمكانياتك كباحث، إمكانياتك المادية وإمكانياتك البشرية. مو معقولة مثلا تصمم اختبار يكلف مثلا مبلغ كبير وأنت ما عندك هذا المبلغ،
أو أن مثلاً تصمم اختبار تحتاج فيه 1000 واحد يشارك وأنت ما تقدر تحصل 100 واحد يعني يشاركون يحلون الاستبيان. يعني مو معقولة ما عندك مثلاً تحتاج أن توزع الاختبار أو الاستبيان، مثلاً أنت شاب وتحتاج توزعه مثلاً خلينا نقول كلية بس فيها بنات وما تقدر تدش، لازم عندك واحدة أنت تساعدك توزع، إذا ما عندك واحدة تساعد يعني هذه نقطة هم واقعية. لازم هم تكون واقعي بمعرفتك إن شلون بتحلل النتائج بعد الاستبيان أو بعد الاختبار. أنت بين أمرين، يا أن تتعلم أنت شلون تحلل النتائج بإحصائيات، أو أن يكون عندك شخص فكرة عن شخص مسبقاً أو اتفاق مع شخص مسبقاً أن والله هذا الشخص هو اللي بيساعدني في تحليل الاختبارات. طبعاً أنا أيد أن الإنسان يتعلم الطريقة أفضل من أن والله واحد يهيله ويحلل لك النتائج ويقول له هذه النتائج وهذه معناتها. أنا ما أحب هذه الطريقة، وما دام احنا قاعد نتكلم عن تحليل النتائج انا أؤيد ومن اكبر مؤيدي راش اناليسيس او راش ميجرمنت اللي هي اساليب راش للقياس والتحليل، وهو موضوع بالفعل يعني نوعا ما معقد بس يستاهل ان الانسان يعني او الباحث يتعلمه، وخصوصا للاختبارات بعض الاختبارات قد ما تكون يعني الاساليب الراش صالحة لتحليلها وقياسها، بس الاستبيانات ضروري ضروري إنسان يسوي استبيان يحللها بطريقة الـ Rush Analysis أو Rush Measurement. وإن شاء الله بالمستقبل أنا راح أعرض فيديوهات عن الأدلة اللي الإنسان لازم يبحث عنها بعد ما يقدم الاستبيان والاختبار، وبعض المواضيع المتعلقة بتحليل الاستبيانات وبالتحديد الـ Rush Analysis. إذا عندكم أي سؤال اقتراح استفسار ممكن يعني تتركونه بصندوق التعليقات تحت الفيديو، أو إذا حابين تتواصلون معي يعني بياناتي هم موجودة بالصندوق تحت الفيديو، بيانات الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي، وأحاول إن شاء الله أنا أجاوب على أكبر قدر ممكن يعني من المراسلات. وشكرا على حسن المتابعة.